احمد الحسني في مسابقه اوبن داتا كومبيتيشن، فكر اسم الفريق داتا اناليتيكا، والمنصه اللي بنبنيها والبلاتفورم بنبنيه هي منصه تحلل البيانات بشكل تلقائي. تتلقى البيانات هذه من اي دائره عندها سيستم اوريدي، تاخذها وتجري عليها different analysis reports على امل انه نقدر نساعد الناس اللي يبنوا استراتيجيات انه لما يبنوها يبنوها بدقه عاليه. وايضا المنصه هذه قادره انها تتنبأ المستقبل او تجاوب على بعض الاسئله. ففي المسابقه فكرتنا تركز على مشكله الوظائف، نحاول انه نساعد المستخدم انه يعرف في اي وظيفه قد ينتمي لها بدقه عاليه، بدل ما يحاول انه يقدم على كل مكان، يقدم على الاماكن اللي يعرف انه يمكن بالفعل يقدر يحصل وظيفه هناك.